اللي فيتك غور غور عن ناقصك. نبي يا رب تعترني في الواد اللي قلبني في التير على زرع بصل ده يا رب. نادرين علي يا رب لكون دابح ارنب مفرقع البلد كله بس عطرني فيه. يا مهندس بلد جديد جاي من مصر يا استاذ رمضان. اما اسالك في القصر رد مش من راحه. ايوه يا اخويا ارقص. ايوه الدلع عايزك تفرح. الايام اللي جايه سودة عليك سودة. ايوه هات هات يا اخويا هات تاني هخليك الفت. انزل واطلع انزل واطلع يا اخويا فرحني. انبسط انبسط. ايه يا اخويا اللي في ودنك دي لابس حلقه يا ولد؟ الايبود. الايبود ده اهو. الايبود ده هو اللي بيرقصك كده؟ لا انا بسمع مزيكا. بتسمع مزيكا؟ لا اسمع يا اخويا بص بقى اني هسمعك الايبود بتاعي ده هيرقصك على واحده ونص. اسمع كده. ايه رايك فتحي باشا يا اساتذه؟ مدير مكتب معالي الوزير جاي بنفسه عشان يطمن على رمزي باشا واحنا كلنا خدامينه. في العاب معينه يحب يلعبها رمزي باشا. رمزي باشا بيلعب سكواش. عندكم لاعب سكواش؟ ينوجد الكيس. نجيبه. هو احنا مش كان عندنا كسواش؟ رمزي باشا لو جاله برد انت مسؤول قدامي. يا فندم احنا نعياله. ايوه معالي الوزير انا في المدرسه. مش عاوز رمزي باشا يشتكي من ايتها حاجه. تتنقل له انضف تخت للفصل ويتلزق كله بورق الحائط. وعايزك يا استاذ حسين تتفق مع الابوار يبعت يوميا دسته جاتوه لرمزي باشا عشان نفسه تتفتح على المذاكره. ايه ايه زلزال؟ ايه يا علاء بتركوا ليه كده؟ استاذ رمضان بيضرب الواد الجديد. انهي ولد؟ يا نهار اسود استاذ رمضان. الله يخرب بيتك يا استاذ رمضان ده هيقفل لنا المدرسه. انت بتضحك عليه يا نهار مش بايت عليا وعلى سنيني. اوعى انت يا رمضان اوعى وزع يا ولد منك نوح. انا وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. اعربي يا ألفت اعربي يا ألفت اللي بتمشي على التير بالعربية وتخبطي في الناس. اعربي يا ولد. لم أداة جزم. كمل. يستطيعه فيرب مدرب مجروب. يستطيع ايه يا أخويا؟ فيرب فيرب. الفعل بقى فيرب يا أولاد. بس يا ولد بس الفعل بقى فيرب. الولد ماشي بيتضرب اكسروا الباب. عظيم بيمين ابدا اللي هيكلم كلمه لا يتعلم مكانه. انت يا جزمه يا ابن الجزم. يا خدي يا خدي يا خدي يا خدي. ايه اللي بتنيله ده يا رمضان؟ فك الواله. ابوس ايدك فك الواله. لا يا اخويا مش هفك الواله. الواله ده هيتمد على رجليه. ده قلبني في الدرع. انت مش عارف الواله ده ابن مين؟ هيكون ابن مين يعني؟ ابن وزير التربيه والتعليم. ايوه ابن وزير التربيه والتعليم. اخويا انت مسكت في الكلمه قوي. خليه ابن وزير الراي. لا لان في الحقيقه ده ابن وزير التربيه والتعليم. الكلام ده صح يا حضره الوكيل؟ مالها بردت كده ليه؟ ولا اني بيني جعان؟ كان مستخبي النفين ده كله يا ربي. هيرفدوك يا حبيبي؟ هيقطعوا عيشك؟ يا ريت هتيجي على الرفد وبس يا امي. دول ناويين يحولوها جنايه. هيسجنوه يا اختي. ده انا ماليش في الدنيا غيره. امن عليك يا رمضان اول ما توصل مصر تروح السيده نفيسه
تقرا لها الفتح وتطلب من ربنا يخرجك من الشده اللي انت فيه. مدد يا ستني. وامن عليك يا رمضان، لو ربنا خرجك من اللي انت فيه تروح سيدنا الحسين وتجيب لي ازازه ريحي من جار المقام. مدد يا سيدني. وامن عليك يا رمضان، تجيب لي حته قماشه 6 متر من بيتي هعملهم جلابيه. امي عايزه قماشه من بيتي. دي مهزله، المدرسه دي لازم تتقفل. استنى يا رب، كلكم لازم تتحاكموا. ما عليه باين عليه مزاجه وحش النهارده. الوزراء بقى بيبقى اخلاقهم ضيقه. وانا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجه؟ نبي ما هيجرى حاجه. 6 حالات جواز عرفي عندك في المدرسه، الاطفال عمرهم ما عداش 16 سنه. الوزاره دي اسمها وزاره التربيه والتعليم يا فندي، يعني التربيه تيجي قبل التعليم. ده سن خطر جدا يا معالي الوزير، محدش عارف هما بيفكروا ازاي ولا بيعملوا ايه. رمضان مبروك ابو العالمين حمودة. خليه يدخل. يا اعدل الناس، يا اعدل الناس الا في مخاصمتي فيك الخصام، وانت الخصم والحكم. انت الخصم والحكم. نعم. وعشوية اخلص سمحت يا معالي الباشا، انا جاي النهارده عشان ابص الايادي، ولو في حاجه تاني غير الايادي مستعد ابص. الهي ما اروح، الهي اتشل واقع قدام سعادتك مسؤول على المكتب دوت، الهي يدهسني قطره يفرق كل حته فيا في حته، الهي يدب فيا ده النتالي والناس ما تطيق ريحتي. اني ما كنت اعرف اني معاليه يبقى ابني معاليك. انت اللي ضربت ابني. لا مش انا، مش انا، هي دي، هي دي. الهي تنشلي، كنت تنشلي تنشلي قبل ما تتمدي على بعلي. ومين بقى اللي قالك ان انا زعلان منك؟ بالعكس، ده انا سعيد وفخور بيك جدا. وبالمناسبة ده يثبت لي ان التعليم في الارياف افضل 100 مرة من المدارس اللي انتوا بتفتحوها. فخور بيه؟ يعني معاليك مش زعلان مني انني ضربت معاليه؟ بالعكس، انت هتاخد مكافأة يا استاذ رمضان. مكافأة؟ يو داريو. الاستاذ رمزي ابن سعادتك. استاذ رمضان اتفضل اتفضل. اهلا يا اخويا. اهلا يا شملول. اوعكم فاكر ان ابوك اللي واقف دي هيحوشك عني. لا يا اخويا، تعال اقف قدامي هنا. تعال اقف هنا، تعال هنا. اوكي، دونت تاتش، دونت تاتش، دونت تاتش. انت ما وقفتش قدام الياد زي ما قلت لك. ام فاين، ام فاين. طب اسمع يا اخويا، انا دلوقتي هقول لك جمله تعربها قدام معالي الوزير، ويمين ثلاثة إن ما أعربت صح لكن مدك في مكتب معالي الوزير. ها اعرب يا أخوي. أنا وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. اعرب. لم أتت جازم؟ أيوة. يستطيعه فيرب مضارع. فيرب؟ فيرب تاني؟ خلاص. فيرب تاني؟ خلاص خلاص يا معالي الوزير، بقول لسعادتك فيرب. معلش يا فندم، يعني أنا مدرسة لغة عربية ولا لغة إنجليزية؟ خلاص يا أستاذ. فيرب يا ولد، بتحرجني قدام معالي الوزير. عشان خاطري، عشان ماشي. بسم الله ما شاء الله، دي معجزة يا معالي الوزير، أنا مش قادر أصدق لا وداني ولا عينيا. سعادة الوزير، أنا محتاج الأستاذ رمضان عندي في المدرسة، هو ده اللي هيعدل الميلة وبالمرتب اللي هو عايزه. ها؟ إيه رأيك يا أستاذ رمضان؟ والله يا معالي الوزير اللي تشوفه سيف على رقبتي، بس أنتوا فاجئتوني، أنا كنت عامل حسابي إن أنا جاي أتحبس، الموضوع جه فجأة. فسيبونا يعني نستخير الست الوالده وناخد يومين ثلاثه نفكر، واللي في الخير يقدمه ربنا. اخوك رمضان مبروك ابو العالمين حموده، مدرس اللغه العربيه الجديد. تشرفنا يا استاذ رمضان. فريد باهر مدرس الساينس. هو فين دي؟ انا فريد باهر. اهلا وسهلا، تشرفني. المدرسه ده هي بتيجي لها كام فدان؟ فدان؟ اللي قول لي يا استاذ فريد، هو انت ما عندكش حصه ولا ايه؟ فاضي يعني؟ فاضي فاضي ايه بس يا استاذ رمضان؟ اصلي شايفك يعني ماشي براحتك في المدرسه ما وراكش حاجه. تخيل.